طيب نروح بقى دلوقتي، احنا الساعة دلوقتي تقريبا 8:30 والناس ابتدت تنزل شغلها. خلينا نروح لزميلنا العزيز محمود جميل، طبعا مراسل صباح الخير يا مصر، يقول لنا بقى آخر أخبار المرور من داخل الإدارة العامة للمرور. محمود صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير عليك يا حسام. بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان، بصبح على حضراتكم من الإدارة العامة لمرور الجيزة. النهاردة هنكون معاكم لمتابعة الحالة المرورية للشوارع وميادين الجيزة المختلفة. بشكل عام مفيش أي طرق مغلقة طبعا في الجيزة باستثناء التحويلات المرورية اللي موجودة في شارع الهرم نظرا لأعمال مترو الأنفاق اللي بتتم في الشارع، لكن بشكل عام يمكن النهاردة من خلال أيضا تجولي في الميادين المختلفة من خلال الكاميرات المثبتة للإدارة العامة لمرور الجيزة، أغلب المحاور والشوارع النهاردة في سيولة مرورية موجودة باختلاف أو يعني فقط الطريق الدائري في بعض التوسعات اللي بتكون موجودة، فبيكون في بعض الكثافات اللي بتكون موجودة على الطريق الدائري زي منزل المنيب. لكن دلوقتي هناخد حضراتكم في جولة داخل شوارع الجيزة المختلفة، وخليني أبدأ مع حضراتكم طالما بنتكلم عن الجيزة تحديدا نبدأ بميدان الجيزة. ميدان الجيزة اللي هيكون جاي من فيصل او هيكون جاي من الهرم هيكون قدامه ثلاث منازل في الجيزة. هيكون المنزل الاول طبعا المتجه الى ميدان الجيزة وجامعة القاهرة وكوبري الدقي، هيكون عندنا سيولة مرورية في هذا المنزل زي ما حضراتكم شايفين. اسفل هذا المنزل ده هيكون طبعا الإشارة اللي موجودة في ميدان الجيزة، ولكن هيكون في سيولة مرورية بالنسبة للمتجه الى جامعة القاهرة. المنزل الثاني هو المتجه الى شارع مراد، وهيكون متجه طبعا الى ميدان الجلاء او هيكون متجه الى العجوزه، فهيكون في سيوله مروريه موجوده في هذا المنزل. المنزل الثالث هيكون متجه الى كوبري عباس، هيكون زي ما حضراتكم شايفين في سيوله مروريه موجوده بالنسبه للمتجه الى كوبري عباس، لكن بصوره اقرب لكوبري عباس هنتجه الى الكاميرا على الشاشه الاخرى، نتجه الى كوبري عباس. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي هيكون في سيوله مروريه موجوده في كوبري عباس. هذا الاتجاه هو القادم من ميدان الجيزة ومتجه إلى القاهرة أو المنيل، فهيكون في سيولة مرورية. الاتجاه الآخر العكس هيكون جاي من القاهرة ومتجه إلى ميدان الجيزة. بالنسبة لهذا الاتجاه هو المتجه إلى البحر الأعظم، هيكون طبعا قادم من هذا النفق، القادم من ميدان الجلاء هيكون متجه ناحية البحر الأعظم، هيكون في سيولة مرورية على هذا الاتجاه. أيضا اللي جاي من المنيل وهيقدر يتجه إلى شارع النيل ليتجه إلى الدقي أو ميدان الجلاء أو العجوزة هيكون أيضا في سيولة مرورية. فبالنسبة للي جاي من المنيل وحابب أنه هو يتجه إلى ميدان الجلاء مش هيكمل لميدان الجيزة، ولكن هيتم اتخاذ شارع النيل علشان يكون أقرب ليه، وكمان هيكون في سيولة مرورية في كوبري عباس. من كوبري عباس وميدان الجيزة هنتحول أيضا لأحد المحاور والميادين الهامة وهو ميدان سفنكس. ميدان سفنكس هيكون طبعا النهارده على غير العاده الحمد لله بنشهد انه يكون في سيوله مروريه بالنسبه للقادم من محور 26 يوليو باتجاه كوبري 15 مايو باتجاه الزمالك والقاهره، وطبعا السيوله اللي موجوده النهارده ده طبعا بسبب اجازه نصف العام، لان احنا كنا دايما بنشهد في كثافه مروريه على هذا الاتجاه نظرا طبعا للمدارس ومنطقه المدارس اللي بتكون موجوده في الزمالك، لكن دلوقتي بعد اجازه نصف العام احنا بنشهد سيوله مروريه. ايضا الاتجاه الاخر اللي هيكون متجه على كوبري 15 مايو اتجاه محور 26 يوليو ومدينه 6 اكتوبر وميدان لبنان هيكون ايضا في سيوله مروريه تامه. فنحب نطمن الساده المشاهدين اللي حابب يتجه لكوبري 15 مايو هو في سيوله مروريه تامه، فمحدش يقلق خالص من الكثافه اللي كانت موجوده في الاتجاه المتجه ناحيه الزمالك. ايضا اسفل كوبري 15 مايو هيكون عندنا شارع احمد عرابي اللي هيكون متجه الى كوبري عرابي وشارع السودان، هيكون في سيوله مروريه موجوده. الاتجاه الاخر القادم من كوبري عرابي وشارع السودان ومتجه الى جامعة الدول العربية أيضا هيكون في سيولة مرورية. اللي هيتجه ناحية جامعة الدول العربية هننتقل بقى إلى ميدان مصطفى محمود علشان نطمن على حالة المرور داخل جامعة الدول العربية. بالنسبة لشارع جامعة الدول العربية احنا بنشهد سيولة مرورية خاصة في ميدان مصطفى محمود، طبعا ده اللي هيكون متجه اللي هيتم في اليوترن ده هيكون متجه طبعا إلى شارع البطل أحمد عبد العزيز علشان يكون متجه إلى كوبري أكتوبر أو يكون متجه إلى كوبري الدقي، أو اللي حابب يكمل ناحية شارع السودان هيكون
هيكون طبعا في سيوله مروريه في جميع الاتجاهات الخاصه بميدان مصطفى محمود. اللي هيتجه ناحيه شارع البطل من ميدان مصطفى محمود باتجاه كوبري الدقي لناحيه جامعه القاهره، فهننتقل دلوقتي علشان نطمن حضراتكم على الحاله اللي موجوده، الحاله المروريه تحديدا عند جامعه القاهره من خلال ميدان النهضه. ميدان النهضه ده طبعا اللي هيكون جاي بقى من ميدان الجلاء والعجوزه، هيكون متجه ناحيه جامعه القاهره، فنحب نطمنه انه هيكون في سيوله مروريه موجوده هنا. كمان اللي جاي من جامعه القاهره هيكون متجه ناحيه كوبري الجامعه او هيكون متجه هنا ناحيه شارع الجيزه، ايضا هيكون في سيوله مروريه في جميع الاتجاهات الخاصه بميدان النهضه والمؤديه الى جامعه القاهره. ايضا من خلال جامعه القاهره هيقدر ان هو يتجه ناحيه كوبري ثروت علشان يكون يعني يتجه الى محور صفت، فهننتقل الى محور صفت او كوبري صفت تحديدا. زي ما حضراتكم شايفين هيكون في سيوله مروريه بالنسبه للمتجه هنا الى الواحات، وهيكون طبعا عنده اسفل هيكون ايضا في الناحيه الشمال هيكون ميدان، هيكون متجه الى ميدان لبنان، وايضا المريوطيه عفوا، واليمين هيكون متجه طبعا الى ميدان لبنان. القادم بقى من الواحات ومن مدينه 6 اكتوبر باتجاه كوبري ثروت او جامعه القاهره هيكون في سيوله مروريه، احنا بس بيكون في بعض الكثافات ناحيه جامعه القاهره في منزل جامعه القاهره علشان بيكون طبعا في اشاره مروريه موجوده، لكن هنا على محور صفت نحب نطمن حضراتكم انه في سيوله مروريه موجوده. ننتقل بقى من محور صفت لاحد الميادين الهامه ايضا تحديدا في الدقي بقى، هنشوف ميدان الجلاء. ميدان الجلاء زي ما حضراتكم شايفين هيكون في سيوله مروريه، سواء القادم من كوبري قصر النيل ومتجه ناحيه شارع التحرير وشارع السودان باتجاه كوبري الدقي، ده هيكون في طبعا سيوله مروريه تامه. اللي جاي بقى من كوبري الدقي ومن شارع التحرير ومتجه الى كوبري قصر النيل هيكون في سيوله مروريه موجوده، ايضا اللي هيكون متجه الى كورنيش العجوزه فاحنا بنشهد سيوله مروريه موجوده في ميدان الجلاء. من ميدان الجلاء هننتقل الى اخر ميدان معانا وهو ميدان الرمايه. ميدان الرمايه زي ما حضراتكم شايفين احنا بنشهد سيوله مروريه في ميدان الرمايه بالنسبه للمتجه الى حدايق الاهرام او مدينه 6 اكتوبر او طريق الفيوم، وايضا القادم من هذه الطرق ومتجه طبعا الى شارع الهرم او شارع فيصل، فاحنا بنشهد طبعا سيوله مروريه رغم وجود الاعمال الانشائيه اللي موجوده. لكن اللي هيتجه الى شارع الهرم طبعا لازم ياخد باله من التحويلات المروريه اللي هتكون موجوده بسبب طبعا يعني الاغلاق الجزئي او الموجود في شارع الهرم. ده كان بشكل عام الحاله المروريه الموجوده النهارده في الاداره العامه لمرور الجيزه في شوارع الجيزه. يمكن اهم حاجه حابين ان احنا ننوه الساده المواطنين عنها النهارده بالنسبه لكوبري 15 مايو اللي هيكون متجه ناحيه الزمالك قادم من محور 26 يوليو، نحب نطمنه انه هيكون في سيوله مروريه طبعا زي ما قلنا بسبب وجود اجازه نصف العام بالنسبه لمنطقه المدارس اللي كانت يعني بتسبب كثافه مروريه في هذا الاتجاه. لكن بشكل عام النهارده يعني بنشهد سيوله مروريه في شوارع ومحاور الجيزه، ودي كانت متابعتنا للحاله المروريه من داخل الاداره العامه للجيزه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، برجع لكم في الاستوديو جومانا وحسام مره ثانيه. محمود جميل بشكرك شكرا جزيلا، مراسل صباح الخير يا مصر، كنت من الاداره العامه للمرور بمحافظه الجيزه، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المتابعه المروريه.